صباح الخير عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير على خير، تكون صحتكم مزيانه ودائما وابدا توحشناكم بزاف بزاف الخير. ونا عليكم شحال نهار واحد يومين دابا يومين توحشناكم بزاف. ها راكم عارفين العيد الروينه ديالو، خصك تمشي عند هنا وخصك تمشي لهنا ولهنا ولهنا وصلاه الرحيم الى اخره. ايوا مرحبا بكم معنا ان شاء الله في هذا الفيديو، غنشارك معكم ان شاء الله واحد الحاجه سوزي ونوصلونا ان شاء الله. وفي نفس الوقت غنقدموا الشكر الكبير لهذا الشخص اللي جاب لنا هذه الحويجه مزيون بحالكم، داكشي اللي كاين على بركه الله. بعد السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بزاف ديال الناس كيدخلوا عندنا الواتساب ديال القناه، ما تغبروش علينا، راه كتوحشوكم، كتغبروا غير نهار. القناه ديالكم نقيه، المحتوى ديالكم زوين، والله تولفناكم، شكرا من القلب، الله يجزيكم بخير. هاد اليومين اللي غبرنا راه طلعنا عند النسيبه والنسيب، الام ديال غزلان والاب ديالهم، ضروري راكم في العيد. كنبغيوش نصوروا داك الشيء ثم ابار اليوتيوب، كنبغيو نخليو داك الحياه ديالهم بعيد على اليوتيوب، غير حنايا بركه. وكذلك عاوتاني طلعنا عند الاب ديالي والخوت ديالي، كل الاحترام والتقدير ليهم. الخاوه الصراحه حد هاد الدنيا، وبزاف ديال الناس كيسولوني الاب ديالك وداكشي، راه هضرت على هادشي هذا. انا عندي علاقه طيبه مع الاب ديالي ومع الخوت ديالي، وكنطلعوا كيتهلاو فينا لدرجه البارح جينا كرشنا بلا ما عرفناش البارح، ما صراحه الله كيتهلاو فينا ما كيتهلاو فينا والله الصراحه، كلشي الحمد لله تعامل وكل تعامل وكلشي الله يا ربي يخليهم لينا ويخلينا ليهم يا ربي الحبيب. هادشي اللي كاين الله يخليهم ليا ام بركه. غنبغي نوجه التحيه للوالد اللي لي خطيه والله يخلي له الصحيحه، كذلك الخوت ديالي كاملين، الرجال خالد وعزيز وحمد، والبنات فاطمه زينب خديجه الله يكرمها، وحافظه كذلك، ومهم صفيه وفاطمه وكلشي كلهم بدون استثناء. تحيه لهم كاملين تبارك الله، وشكرا لهم وعد براس ساكن معنا كيحطونا فرح برا عرفتي. انا والله كنطلع عندهم راه فهمتي واحد المحبه خالصه ولله الحمد وعلى بركه الله امين يا ربي. ودابا غنشارككم معكم ان شاء الله هذا الشيء اللي عملنا، وعاوتاني في نفس الوقت النهار صراحه عندنا مطرطق، عندنا شي ضياف، عندنا ان شاء الله شي ضياف، غنوريكم ان شاء الله شنو حدايا. وتواضعوا قول لهم راني حداكيت وراني صايت بزاف الحوايج. غنشارك معكم ان شاء الله داكشي اللي صغات وداكشي اللي غنقدموا لهم ان شاء الله يا ربي. المهم غيخليكم معنا كلشي ان شاء الله. المهم هاد السويك وصلنا صراحه قبايل شي شويوش ماشي بزاف. الله يجزيك بخير السيد اللي كيصيفط لنا هادشي، الله يرحم والدينه وشكرا بزاف. بغيت نقدموا له توا مسكين الشكر، ونشكركم كاملين دعوا معاه مسكين، يخلي له ربي وليداتو ويحفظو يا ربي العالمين، ويحفظو ويعاونو يا ربي ويديه بخير على خير يا ربي امين. بغيتو كامل ندعو معاه صراحة الله. هذا متابع ديالنا يعني وافي من نهار اللي بدينا، والله يعمر هذا اللي هو للعائله ديالو طناس طيبين، وكيبقى التعامل ديالي بيني وبينه. انا كنصيفط له الزيت، كيصيفط لي هذه، المهم انا التعامل كيف ما كتعرف انا كندير التجاره في كل ما هو طبيعي، الزيت زيت والعسل كل شيء، وبقات العلاقه هو القضيه المعقول، وانا عاوتاني كذلك، والحمد لله يدوم محبه. الشوكولات خلاص ما نهضروش عليه، دائما الشوكولات تبارك الله ما شاء الله بجميع الانواع. وهنا بطبيعه الحال المحبوبه الجماهير القهوه مسكين الله، القهوه دائما كيصيفط لنا صراحه الله، اصلا بقى كيصيفط لنا ماشينا قهوه ما شاء الله. ايوا ونسكافي، المهم هنايا احسن واجود اروع نسكافي نيوتيلا حتى هي غزلان كتحماق عليها محبوبة غزلان. المهم الحمد لله الخير تبارك الله، الله يكرم بجوج ما شاء الله، الله يحفظو هذا هو اللي غير كنا هابطين دابا به. ويا ديك جات مع الكاميرا مع كلشي نعمل شي حاجه، الله يجازيهم بخير. وبزاف ديال الناس صراحه والله العظيم بزاف ديال الناس يعني كيتصلوا بينا وكيصيفطوا لينا لي كادو بحال هادو، ولكن كيقولوا لنا عافاكم ما تبينوا داكشي ما والو، خليوها بينا وبينكم. شكرا لهم من القلب، وهذا اكبر دليل على الحب اللي كيتميز يعني كيكون بين الطرفين، بيننا حنا وهما، كنبادلهم داك الحب. جزاهم الله خيرا، بزاف ديال الناس جاو عندنا الحمد لله ونشكروه، واي واحد بغى يجي عندنا على راسنا وعينينا. وشكرا شكرا، كتفرحونا بزاف فاش كتقولوا لنا المحتوى ديالكم نقي زويون، هذا يعني طيب، شي حاجه اللي ما كنبغيوش نخرجوا على النطاق، غنبقاو دائما هكا ان شاء الله باذن الله تعالى، شي حاجه اللي زوينه اللي تخلي الناس يبقاو دائما بطبيعه الحال كيشاهدونا وكتواصلوا معاهم ياك ان شاء الله يا ربي. على بركه الله نشوفوا شنو درتي لنا في ديك الكوزينه. يلاه دابا معايا نوريكم شنو صاوبت صراحه الله. نتمنى من الله الضيوف ديالنا هذا اللي غيجيو عندنا صراحه هما ماشي ضيوفهم، بحال عائله بحال عائله، يعني خصهم يقبلوا علينا وصافي، ضروري يقبلوا علينا وصافي، لابد الله يرضي منا الجهد ديالنا وكنمر على الله. بسم الله جينا الصباح وعرفتي والله باقي مدوخين مع الطريق شويه بعيده عند عمي بابا محمد، المهم غنوريكم هما صراحه باقي ما جاوشي
مساء العاد جيد. لك الحمد لله خدنا الوقت حقاش نوضنا بكري. نوضنا في الصباح بكري. إيه؟ أول مرة نوضنا بكري. نوضنا مع 7 واقيلا ولا 6 ونص ياك. بكري أبو نور. يلا نشوفوا شنو عندك تما بديك الكويزنا. والله المهم انت مخلنا انا ياك صراحة الوقت عالي. هنا ياك كما قال لي محمد ديكور. وي كتحط لنا داك الحلوى غير ديكور كاع ما تخلينا ناكلوها. لا كتفرتلو لي هنايا. ماشي مشكلة لالا. هادو حلوات بساط. صايباتهم لالا غزلان تبارك الله عليها الشكيلات والنويعات. قالت لي ما جاوش زوينين. قلت لها بالعكس فن. اي حاجه كت اي حاجه كتوشيها بيدك وكتقيسها بيدك كتجي فنه ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك الصحه. باش ما ناكلهمش. خاف تطيح فيهم شي حاجه ولا مع الريح كيدخل مصاج كيبقى داكشي فرر. ايوا دابا نمشيو للكوزينه. انا على الحداقة. حتى لي المهم انا عملت حتى لا مرقمه اللحمه حتى طيب عاد توريكم الشرموله كي دايره. عندك 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 من هنا درت شويه د اللحم مفوره ومشرمله بطبيعه وعاد الطريقه كل اللي كيعملها هذاك الميشان كيعمل لها ما كيعمل لها عطريه. انا حاولت انا نعمل لها شي عطريه ومن عندي شويه بطاطا غنعمل نعمل معها شويه بطاطا شويه خيزو شويه الكريعه شويه ديال البابا. المهم باش ما تقهاش فينا اللحم راه فالك الله 5 ايام حنا ناكلو في اللحم وصغيبه ان شاء الله. وحتى عملت شويه البرانيه شويه تاريخاتي في كانو البرانيه. شويه البرانيه بشويه ديال الفلفل وطيشة عاوتاني. شوف تبارك الله البلديه كي كتجي ما شاء الله. بلاتي نقطعها هكا ونشحرها حتى هي تجي مزيونه وصافي نقبلوا علينا شويه صلاه الروب عاوتاني حتى هي. نتلاقاو في الطبق الرئيسي ان شاء الله. ايوا الشريفه ديالنا غزلان تبارك الله هي لحالها كتوجد ما شاء الله عليها. الله يخلي لها الصحيحه. ندير الشلاضه بلاتي ونشارك معكم الطبق الرئيسي. ردي قال لك اللي قال لك لا تقول ليه واللي حداك لا توريه. صوت الله عليك ما شاء الله. هي بدات لنا في الشلايضه. شنو تما نسيت الخص قطعته هو خصني نشوف شنو هذه اللحمه. لا عرفتني الدرجال القرعه مسلوق تبارك الله عليك الله يعطيك الصحه. القرعه حسب لي اللحم عطيه محمد نسيت قفصو شنو نسيت الخاصه هو شي مشكل. اخترعوا شي حاجه عرفتي ديروا هكا دورو شي حاجه. صافي ياكلوا مرخص شوفوا الخيار ديالنا البلدي تبارك الله بزاف. الفقوس تبارك الله غزال ما شاء الله. ما شاء الله غزال تبارك الله. انا بشاهيكم. ودابا الصليبه ديالي ومعملين لك شي خفيه ودري حيت ما كناش هنا في الدار ما كناش. هادشي تبارك الله غزال ما شاء الله عليك. بزاف الحوايج ما كنتي عامله على الحساب. الله يعطيك الصحه. درت هنايا غير شويه د البابا مسلوقه وشويه د الرز مسلوق شويه ديال الطون صافي والمعدنوس وشويه مليحه وبزع صافي هادشي. شداتك الكاميرا الخفية. لا انتي خصو ينقب خصو ينقب وانا ما نخليهش شي زعما ينقب يبقى يمشي لي الحاجة كنصغ على خاطرة وكيمشي لي لا خاصة. انا ناكل غير في الكوزينة نشبع غير في الكوزينة. والله الا كيبقى ينقب كانت خربق لك الساعة هادي. تبارك الله عليك وصافي. والباذنجان بالمهال كيتكل بودنجال. هذه الدجاج ديال العرسه. لا 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 فنه شوفوا 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 اللي دا العسل عسل عسل معسله تبارك الله فنه. هذه هي العرسه وفلفله هي العرسه. حتى هذه العرسه حتى العرسه. والله الا جات غساله دقتها هنايا برافو ليك. زال ضروري ضروري هادشي ما يخرج للكليان حتى تندق كيما كنا نديرو في المحل. بصح هو كيخاف سجلي تبصر وتقضوا لي نسيت وانت خاطي سعيدة. شوف تبارك الله غزال كيحمخ ولا يمي مالو محمد. يا سلام يا سلام حار 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 هي سودانية اصلا شفتو هي سودانية.
البنه والبدا والحمد ديالنا طابت. ما يحسبليش غديرها في الوسط ممكن نسير بلي راك مبدعه. تبارك الله عليكم ما شاء الله. عافية طابت تبارك الله بزاف. شوف كي جاتو بشرمله ما شهيناكم الحباب. طابت بزاف خينا طابت بزاف.